بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يغفر أخطاءنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نواصل بحمد الله وتوفيقه هذا المجلس المبارك، وقد بدأنا بشرح فقرات من حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وبينا لكم أيها الأحبة الأفاضل أن الله عز وجل خلق الإنسان على الفطرة، عياض المجاشعي يقول فيه ربنا عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء زالتهم الشياطين. والحنيف أو الحنف ضد الجنف، الحنف الميل إلى الحق، والجنف الميل إلى الظلم. فالحنيفية ملة إبراهيم، الملة التي تميل إلى الحق وتبتعد عن الظلم وعن الشر. وفي الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة، الأصل أنك تحب الخير، الأصل أنك تحب الكرم، الأصل أنك تحب الناس، هذا هو الأصل في البشر. إذا حافظت على هذا الأصل وبقيت على هذا الأصل فإنك على الهداية والاستقامة فطرة. إذا انحرفت عن اليمين وعن الشمال فذلك بسبب النفس الأمارة بالسوء وبسبب شياطين الإنس والجن، كلاهما يؤزك أزا ويدفعك إلى الشر دفعا. إذا نطلب الله الهداية في كل يوم، في كل صلاة، في كل دعاء. والهداية أربعة أنواع، الله يرضي عليكم، الهداية أربعة أنواع. أولا هداية البيان، أنت تدعو الله أن يبين لك الأمور على حقيقتها. أول مرتبة من مراتب الهداية أن يبين الله لك الأمر على حقيقته، وهذه مرتبة مهمة جدا، لأن بعض الناس بغير بينة يقع في الحرام، بغير بينة يقع في الشبهات، بغير بينة يطعن في الأعراض. فلا بد من هداية البيان، أن تطلب الله تبارك وتعالى أن يبين لك الأمور على حقيقتها، لتدرك معنى الحياة، لتعرف معنى الوجود، لتدرك معنى العبادة، لتدرك الغاية من خلقك، وتفهم النظام الذي يسير عليه الكون، حتى لا تقول كما قال من قال: أتيت لا أدري من أين أتيت، أبصرت طريقا قدامي فمشيت إلى أين. هذا ضلال. هداية البيان أنك تعرف وتعلم علم اليقين قصة الوجود من بدايتها إلى نهايتها، بحال شي واحد عنده خريطة يعرف الطريق ويعرف المحطات ويعرف يعني التقاطعات ويعرف الجهات، هذا هو البيان. قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
الله لا يعذب شخصا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة وبعد أن تصله البينة، فإذا أعرض عنها استحق العذاب، كما قال الله عن ثمود: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله، أرسل إليهم الرسل، أنزل عليهم كتب، أراهم من الآيات. وآيات الله نوعان يا حبيبي يا أخي المسلم، آيات الله الحجج والبراهين والأدلة الدالة على عظمة الله نوعان: آيات شرعية وآيات كونية. الكون كله يدل على الله، الشمس في شروقها وغروبها وحجمها وحرارتها، القمر في ضوئه وفي والشمس في بزوغها، ظلام الليل، شروق الشمس، الماء، الجبال، السماء، النجوم، الكواكب، البحار، المحيطات، النباتات، الكون كله يدل على الله. الكون كله يدل على الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا الكون على عظمته وعلى يعني إتقانه وعلى دقته يدل على عظمة الصانع. يعني أن يبين لك الحقائق، أن تعرف الأمور على حقيقتها. والله تبارك وتعالى لا يعذبك إلا بعد أن تصلك البينة وتقام عليك الحجة. النوع الثاني من أنواع الهداية هداية التوفيق، هذه لا يملكها إلا الله. هداية البيان يملكها الرسول، يستطيع أن يبين لك، يملكها العالم، يملكها الواعظ، يملكها الأستاذ، يملكها المربي، عنده قدرة أن يبين لك، لكن لا يستطيع أن يوفقك، لا يستطيع أن يهديك هداية التوفيق. هذه الثانية لا يملكها إلا الله، لا يملكها إلا الله. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه هداية التوفيق، اللهم اهدنا في من هديت، أي وفقنا للعمل الصالح. هذه لا يملكها إلا الله. لم إبراهيم عليه السلام لا يملك هداية التوفيق، نوح عليه السلام لا يملك هداية التوفيق، لذلك ضل ابنه. آدم عليه السلام ضل أحد أبنائه وقتل أخاه. إبراهيم عليه السلام بين لوالده، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بين له. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ بين لهم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، لكنه لا يستطيع أن يوفقهم وأن يعطيهم هداية التوفيق. هذه بيد الله، لذلك اسأل ربك أن يهديك. كن من شئت، أنت عبد لك ارتباط بربك، لا ترتبط بأي أحد، تستشير، تسأل، تبحث عن من يعينك في أمور دينك ودنياك، لكن تعلقك ينبغي أن يكون تعلقا كاملا بالله، أن تعلم علم اليقين أن البشرية كلها لو اجتمعت وعقدت المؤتمرات والاجتماعات على أن ينفعوك بشيء، لا يمكن أن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فاقطع رجاءك إلا في الله، ويأس يأسا مطلقا مما في أيدي الناس، لأنك إذا تعلقت بالله فإن الله تبارك وتعالى يسخر لك ما في الأرض وما في البحر وما في الجو، الكون كله يكون تحت تصرفك إذا حققت العبودية لربك عز وجل. إذن هداية التوفيق. حتى نبينا صلى الله عليه وسلم حين مات أبو طالب، حين مات عمه أبو طالب، أنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تألم لموت، وكان يستغفر له
ويقول لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فنزل قول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت، لا تستطيع هداية أولادك، لا تستطيع، أولادك من دمك ولحمك قد يخالفونك ويعصون أوامرك. أنت تملك هداية البيان، أن تبين لهم، أن تنصحهم، أن توجههم. يسألك الله هل بينت؟ وإذا بينت ولم يسمعوا ربنا لا يحاسبك، كل امرئ بما كسب رهين، لا تزر وازرة وزر أخرى. النوع الثالث من الهداية هو الهداية العامة المشتركة بين جميع المخلوقات، كل مخلوق هداه الله وأعطاه شكلا معينا. كل مخلوق، الشمس عندها شكل معين تتصوره، بمجرد النطق بهذا الاسم يظهر لك جسم معين، مخلوق معين. البقرة، الأسد، النمر، الشجرة، الفاكهة، الخضر، كل مخلوق هداه الله وأعطاه شكلا يميزه عن غيره من المخلوقات. وكل مخلوق هداه الله لوظيفة يؤديها في هذه الأرض، لا يوجد مخلوق زائد أبدا. كل مخلوق له دور، وهناك تسلسل، وهناك توازن في عالم النبات وفي عالم الحيوان وفي عالم الإنس وحتى في عالم الجمادات، فهي جمادات بمعنى ضيق وليس بمعنى الموت. فهذه الجمادات تؤدي مهمة خلقت من أجلها. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد كان في مكة حجرا كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الشجرة تشق الأرض حتى سجدت بين يعني يديه، والتقم الحوت يونس عليه السلام وبقي في بطنه، والنار لم تحرق إبراهيم وبقي في لهيبها. فهذه مخلوقات، مخلوقات الله يسخرها في الوقت الذي يريد تسخيرها ليحمي أولياء. البحر انشق وكان كل فرق كالطود العظيم، ومر موسى عليه السلام، الله الذي شق لموسى طريقا في البحر، وسمع دعاء يونس في بطن الحوت، ونجى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الغار، وأنقذ إبراهيم من النار. الله، أيعجز أن يستجيب دعاءك أنت؟ انظر إلى هذه المواقف العصيبة العظيمة. الله أنجى نوح من الطوفان الذي أهلك البشرية كلها، وأنجى إبراهيم من النار التي جمع قومه حطبها شهرا كاملا، وسمع نداء نبيه يونس وهو في بطن الحوت، وشق لموسى طريقا في البحر، وأنجى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الغار. أيعجز أن يستجيب دعاءك أنت؟ ربنا أن يرفع عنا هذا الوباء؟ حاشا وكلا. إن لم يستجب ربنا دعاءنا فالعيب فينا. ينبغي أن نرجع إلى الله، ينبغي أن نرد المظالم إلى أهلها، ينبغي أن نوقف التفاهة التي طغت في إعلامنا وتواصلنا، ينبغي أن ترجع أواصر المحبة بين الإخوان وأبناء الأعمام والجيران، ينبغي أن نزيل الغل والحقد من قلوبنا، ينبغي أن نرجع إلى طريقنا التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الغضب دليل على أننا على غير الطريق. الجمعة عطلت، الجماعات عطلت، الطواف ببيت الله الحرام توقف، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فارغ من الزوار والمصلين،
هذه إشارة عظيمة جدا للبشرية أنها قد وصلت إلى منازل عالية في الطغيان. كفى من الحروب، كفى من العبودية، كفى من الجشع، كفى من الظلم، كفى من النهب، كفى من السرقة. توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كلنا مطالبون بالتوبة والرجوع إلى الله. كل بني آدم خطاء كما سئتي معنا. النوع الرابع من أنواع الهداية هو ثمرة هداية التوفيق، هداية أهل الجنة إلى الجنة وهداية أهل النار إلى النار. قال الله عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى سواء الجحيم. والله إنها آية مفزعة أن ترى يوم القيامة إخوانك وأحبابك يساقون إلى الجنة سوق تكريم، نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم، وأن تهدى أنت إلى النار، وأن تساق بالسلاسل إلى صقر وإلى القارعة وإلى لظى وإلى الهاوية. هذه الخسارة التي لا تعوض. كل الخسارات الدنيوية يمكن تعويضها. قد أخسروا في التجارة في هذا العام وأربحوا في العام المقبل، قد أفشلوا في الدراسة في هذا العام وأنجحوا في العام المقبل، قد أفشلوا في علاقة زوجية في المرة الأولى وأنجح في المرة الثانية. أي فشل في أمور الدنيا يمكن تعويضه بشرط أن تستفيد من الخطأ وأن تدرك سبب الفشل، لكن الفشل في الآخرة لا يمكن تعويضه أبدا. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلنا جائع إلا من أطعمه الله، فالرزق الذي تعود به في آخر اليوم هو رزق الله، والذي خلق الأرض والذي خلق النبات وخلق الحيوان وأنزل الماء وخلق الشمس وهيأ جميع الظروف لكي يستغل الإنسان هذا الخير، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الله هو الذي يرزق، أنت مطالب بالأخذ بالأسباب. الدول الغربية أخذت بالأسباب، شجعت العلم، شجعت التدريس، احتضنت الكفاءات والأطر، أخذت بأسباب القوة فصارت دول قوية. نحن لم نأخذ بالأسباب، فالعلم لا علاقة له بالكفر والإيمان. العلوم يصل إليها المجتهد سواء كان كافرا أو مؤمنا. علم الطب والفيزياء والفلك والجغرافيا وغيرها من العلوم لا علاقة لها بعقيدتك وإيمانك، هذه علوم يصل إليها من اجتهد. الناس في الغرب وفي غيره من بلاد العالم وصلوا لأنهم اجتهدوا، فيأتي بعض الأغبياء ويتهم الإسلام بالتخلف. أين هو الإسلام أصلا؟ هل الإسلام هو الذي منع من بناء الجامعات والمعاهد؟ هل الإسلام هو الذي منع من الصناعة؟ هل الإسلام هو الذي منع من الاختراع والابتكار؟ يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته
فإياك أن تظن أنك وصلت إلى يعني إزالة جوعك وعطشك بسبب ما تقوم به أنت فقط. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. تأتي جائحة، يأتي ثلج، يأتي يعني تأتي حرارة وتذهب المحصول كله. اصنع أنت ما شئت. حين تطغى ويريد ربك أن يؤدبك فإن جنود الله لا تعد ولا تحصر. لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. كلكم جائع إلا من أطعمه الله، كلكم عار إلا من كساه الله وستره. فالصناعات كلها متوقفة على المواد الأولية، والمواد الأولية من الله: الصوف والتراب والغذاء والحيوان والهواء، هذه كلها أمور من الله، والماء الذي هو أصل كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلا ينبغي أن ينسب الأمر إلينا، فالأمر ينسب إلى ربنا. وما بكم من نعمة فمن الله. فالذين يسبون الدين ويتهمونه أنه سبب في التخلف، هؤلاء إما لم يفهموا وإما أنهم حاقدون على دين الإسلام. فالعلم الدنيوي يصل إليه من اجتهد. ينبغي أن توفر الميزانيات وأن تشجع الطاقات وأن نمنع هجرة الأدمغة وأن نوفر المختبرات، هذا كله في ديننا. وقد كان المسلمون فيما سبق في الريادة في هذه العلوم. ومن أراد أن يرجع إلى التاريخ سيدرك أن المسلمون لهم سبق في الطب وفي علم البصريات وفي علم الطيران وفي علم الفلك وفي علم الرياضيات، حين كان المسلمون يهتمون بدين الإسلام. أما في زماننا فأنتم ترون واقع الناس وأخلاقهم وسبب إشكالاته. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وهذه حقيقة. الذنوب صاعدة إلى السماء في كل ثانية، لا توجد ثانية أو جزء من الثانية لا تقع فيه معصية. الأرض ملئت قتلا وسفكا للدماء واستغلالا للشعوب واستضعافا للأمم. قطعت الأرحام، هتكت الأعراض، سفكت الدماء، استحلت الأموال، استهزئ بالرسل، سب الأنبياء، استهزئ بالقرآن، مخالفات ومعاصي كثيرة. الشر كثر في زماننا والخبث كثر. إنكم تخطئون بالليل والنهار، اغفروني أغفر لكم. الاستغفار هو طلب المغفرة من الله، الاستغفار طلب المغفرة من الغفار، والغفار هو الذي يغطي الذنب. وكم من الذنوب فعلناها وقعنا فيها وسترنا الله، هذه المغفرة. المغفرة أن لا يظهر الله مصائبك لغيرك، فإذا سترها الله عليك في الدنيا سيسترها عليك في الآخرة. فاستغفروني أغفر لكم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتجد أحدنا يضحك من أشدقيه وينام من أجفونه وعينيه ولا يستغفر الله في اليوم 1 مرة، تجده سبابا لعانا شتاما همازا غمازا طعانا ويقول أن لنا هذا. تجده يعترض على الله وهو لم يقدم شيئا لنفسه ولا لأمته. ونبينا يستغفر في اليوم الواحد
في المجلس الواحد 100 مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل بني آدم خطاء، لا يوجد مخلوق على وجه الأرض لا يخطئ، كلنا نخطئ، لكن منا من يعترف ويرجع ويندم، ومنا من يعاند ويصر ويتكبر. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، كثير المغفرة. لو تأمل الواحد منكم في ذنوبه التي سترها الله لحمد الله على نعمة الستر. هذه النعمة لوحدها والله لو سجدنا لله 100 عام لن نشكرها. والله يعرفوك الناس على حقيقتك، يما يشوف فيك شي واحد يبدأ يدفلوا عليك 24 ساعة. الله سترك، لم يظهر خطأك للناس، لم يظهر عيوبك، لم يظهر ما تخفيه في قلبك، سترك وينتظر أن تتوب. إياك أن تغتر بستر الله عليك، فإن الله يمهلك لعلك ترجع، لعلك تندم. إصرارك على المعصية حرب لله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، يا محمد، يا أحمد، يا عبد الله، يا عبد العزيز، يا رشيد، يا سعيد، يا فاطمة، يا مريم، يا خديجة، يا رضوان، يا ياسين، إنك ما دعوتني في أي وقت، بالليل أو النهار، في الصيف أو الشتاء، في الشباب أو في الكهولة، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. بمجرد ما تدعو، بمجرد ما ترجو، تأتي المغفرة على ما كان منك من شرك وزنا وخمر وكذب وسرقة، على ما كان منك ولا أبالي. رحمة الله وسعت كل شيء. بعض الناس تيقول لك: أنا راه درت ودرت ودرت، واش غادي يغفر لي الله؟ نعم، الله يغفر الذنوب جميعا. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هذا نداء لمن أسرف في الذنوب والكبائر: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب، وأكد هذه المغفرة بقوله جميعا بالتأكيد، لا يستثنى منها شيء، كل الذنوب يغفرها الله إذا تاب العبد منها. وإني لغفر من تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لو جئت يوم القيامة تحمل معك الكرة الأرضية فوق ظهرك كلها ذنوب، ثم لقيت الله موحدا لا تشرك به شيئا بما يفوقها مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. انظروا إلى هذا الحديث العظيم. من هذا المحروم الذي لا يريد مغفرة الله؟ من هذا المتكبر الذي يريد أن يتحدى الله؟ انظروا إلى هذا الوباء، انظروا إلى هذا الوباء كيف علم شمالا وجنوبا، شرقا وغربا. الطائرات التي كانت تخترق الأجواء وتقطع الأرض طولا وعرضا
معطلة. الباخرات التي تحمل الأطنان من السلع معطلة، السيارات، الحافلات، الشاحنات، هذا جند من جنود الله يؤدب به عباده، جند من جنود الله، وهذا ملك الله، والله قادر على كل شيء، قادر أن يعذب من شاء تعذيبه وقادر. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يجعلنا من أهل المعافاة. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إياك أن تظن أنك إذا امتنعت عن عبادة ربك أن ذلك ينقص في ملكه شيئا. إياك أن تظن أن صلاتك وصومك وحجك يزيد في ملك الله شيئا. مات العظماء، مات الرسل، مات الملوك، مات الرؤساء، مات وبقيت الدنيا على حالها، فما بكت عليهم الأرض، الأرض لا تبكي على أحد، الأرض تقل الأحياء وتضم الأموات، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. السماء لا تبكي لموت أحد، إنما هي آجال، وملائكة تقبض الأرواح والناس يدفعون إلى مصيرهم. وإن كنت تزعم أنك قويا وتتحدى ربك عز وجل فابحث عن علاج للموت ودواء للموت والشيخوخة والهرم. مهما غيروا من ملامح بشرتهم ومهما تزاحموا في عيادة التجميل فإن الشيخوخة في عظامهم وقلوبهم وكبدهم وأمعائهم، ظاهرهم فيه الرحمة وباطلهم فيه الشيخوخة والكهولة. يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. عش ما شئت لا بد أن تموت، وأحبب من شئت من البشر لا بد أن تفارقه. لذلك دائما المؤمن يعتصم بربه عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله. يا ابن آدم أو يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، البشرية كلها، فسألوني فأعطيتهم، فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. خزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء بالليل والنهار. انظروا كم يشرب من الماء في اليوم، انظروا كم يعجن من الخبز في اليوم، انظروا كم يؤكل من الفواكه في اليوم، انظروا كم يذبح من البقر والغنم والمعز في اليوم. والله لو قمت بعملية حسابية لما يستهلكه الناس من رزق الله في سنة لتعجبت واستغربت. لو كلفنا أغنى أغنياء العالم أن ينفق على البشر يوما لأصابه الإفلاس. استد المليار لتر مكعب ديال الماء في اليوم، استد المليار خبزة في اليوم، احسب انت احسب. الله يعطي لهذا، هذا يريد المال، هذا يريد الشفاء، هذا يريد الدواء، هذا يريد السكن، هذا يريد السيارة، هذا يريد النجاح، هذا يريد الزواج. ربنا يستجيب ويعطي للعباد. إياك أن تظن أن ما وصلك وصلك هكذا، لا يصلك شيء إلا بإذن الله وإلا بعلمه وتقديره. الزواج رزق من الله، النجاح رزق من الله، العمل رزق من الله، الصحة بإذن الله، كل شيء بإذن الله، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بإذن الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله،
ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا هو مختصر الحياة. سأكرر هذا المقطع لأن هذا المقطع هو مختصر قصة وجود آدم وذريته. يا محمد، يا إدريس، يا عمر، يا سعيد، يا أحمد، يا من يسمعني، إنما هي أعمالكم، عملك يجمع ويسجل في صحيفتك، وهذه الصحيفة تنزل معك إلى قبرك، ويوم القيامة تخرج هذه الصحيفة وهي في عنقك وتنشر أمامك ويحاسبك الله عليها. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا، ينشر هذا الكتاب أمام عينيك. اقرأ كتابك، اقرأ عملك، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، كل شيء وكل صغير وكبير مستتر، وكل صغير وكبير فعلوه في الزبر أحصاه الله ونسوه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فالعمل عملك، الحسنة حسنتك أنت فعلتها بتوفيق الله، والسيئة سيئتك أنت فعلتها بعدل الله. فلا تلومن إلا نفسك، لا تلوم الشيطان، ولا تلوم أصدقاء السوء، ولا تلوم أحدا، لأن جميع الخلق يتبرؤون منك. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أصدقاء السوء يلعن بعضهم بعضا، أهل النار يلعن بعضهم بعضا، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفا، آتهم ضعفين من العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. الشيطان يتبرأ منك ويقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كل الناس يوم القيامة يقولون نفسي نفسي، أبوك وأمك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم القيامة يوم عصيب، يوم مشهود، يوم مجموع له الناس. ثم آهٍ من غفلتنا عن هذا اليوم. لو أدرك الناس أهوال اليوم الآخر، لو أدركوا أهواله وأيقنوا بما أعده الله للعصاة لفكروا وقدروا وتأملوا عشرات المرات قبل أن يقدموا على معصية الله. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة من عصيت. كيف تعصي الله بعينيك وهما نعمة من الله؟ كيف تعصي ربك بأذنيك وهما نعمة من الله؟ ألا تدري أنا في هذه الأرض وفي هذا البلد من لا يبصر؟ غاية ما يتمنى أن يرد الله عليه بصره ليرى أمامه. ألا تعلم أن من عباد الله من هو أصم لا يسمع؟ غاية ما يتمنى أن يسمع صوت أولاده وأن يسمع كلمة أبي أو بابا أو والدي. ألا تعلم أن من عباد الله من ابتلاه الله بالبكم فلا ينطق؟ من هو أبكم وأخرس وأصم؟ كيف تعصي ربك بنعمه التي أنعم بها عليك؟ كيف تعصي الله بنعمة المال وتنفقه في الخمر والزنا والمخدرات؟ ومن الناس من لا يجد ما يسد به رمق الجوع، لا يجد درهما يسد به رمق الجوع. لا تنظر إلى صغر المعصية، انظر إلى عظمة الله الذي عصيته. لا تحقرن يعني من الذنوب شيئا، إن الجبال من الحصى صغيرة فصغيرة 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 حتى يتراكم عندك ركام من الذنوب، فتهلك يوم القيامة
وأنت لا تطيق عذاب الله ولا تطيق عقوبته. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن سائر بلاد العالمين. اللهم اجعل لنا فيه عبرة واجعل لنا فيه آية. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. نجيب على بعض الأسئلة.